السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، معاكم حسين كمال من قناة افهم مني صحة، طب، تحاليل، تغذية، علاجية، أعشاب طبية، متابعة مرضى، حلقات متنوعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اخواني الكرام، النهاردة هنتكلم عن حلقة خاصة بمرض السكر والعين، يعني مدى تأثير السكر على العين. الأول كده نقول حكمة اليوم. حكمة اليوم تقول: ليس العطر ما تضعه على ملابسك أو على جسمك، ولكن العطر ما تضعه على لسانك، أي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. النهاردة يا جماعة نتكلم عن مرض السكر والعين. مرض السكر من الأمراض المزمنة التي لها مضاعفات كثير، منها اعتلال الكلى السكري اللي اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة، ومنها اعتلال الأعصاب، ومنها اعتلال الأوعية الدموية، ومنها القصور في وظائف الكلى والقصور في وظائف الكبد، ومنها التأثير على أعضاء كثير في الجسم، ومنها التأثير على العين أو اعتلال العين أو شبكية العين. فعشان كده يا جماعة احنا بننصح كل الناس مرضى السكر ان هم يتابعوا مع اطباء باطنة واطباء رمد او اطباء العيون، اطباء السكر، فتابعوا دوم، لان المضاعفات دي مش بندخل فيها ولا بنوصل ليها الا لما يكون السكر في فترة طويلة ومستمرة على مدى مرتفع. يعني كل ما كان السكر دايما مرتفع في الدم والفترة طويلة دائمة ومستمرة، كل ما كانت الإصابة بالمضاعفات دي إلى حد كبير. لكن لو السكر مظبوط عندك في الدم، المضاعفات دي مش هتظهر خالص تماما، ولكن حتى لو ظهرت هتكون مبكرة فبنلحقها بالعلاج. فعشان كده أنا بقول لكم من المضاعفات من مرض السكر زي مضاعفات الاعتلال العين. اعتلال العين يا جماعة أو شبكية العين بيكون مبكر، والناس طبعا اللي هي المهملة اللي بتأهمل في علاج السكر أو المتابعة. طيب الإهمال زي إيه؟ إهمالك لمواعيد الجرعات أو مواعيد العلاج، إهمالك لمواعيد الأطباء وإرشادات الأطباء، إهمالك لتناول الأكل الصحي والنظام الغذائي، إهمالك في وجود السكر دائما مرتفع ومن غير ما تعمل تحاليل وتقيس السكر وتشوفه عندك مرتفع ولا لا وانت مش عارف، فده يعتبر إهمال. إهمالك لتشيك على الجسم كله، تعمل شيك أب على الجسم، للعين، للقدم، للكلى، للبول، لكل حاجة في الجسم. إهمالك وعدم استمرارك في متابعة ودوريات العلاج المستمر للسكر. فالخلاصة يا جماعة إن السكر مش بيظهر مضاعفاته إلا لما يكون دايما مرتفع في الجسم لفترة طويلة، إنما لو فترة قصيرة مش هتظهر المضاعفات أو حتى أعراضها. لو ارتفع شوية ورجع شوية وارتفع شوية ورجع شوية بتظهر الأعراض بتاع المضاعفات أو بتظهر مضاعفات السكر، وعشان انت يعني بيرفع عندك ويقل أكيد متابع، ولكن متابعة متقطعة، فبالتالي بتلحق ايه الأعراض دي وتلحق تعالجها. فتعالوا نتعرف على أعراض مبكرة لاعتلال العين. أول حاجة: تأخر في التئام قرح العين أو إن وجدت حدوث مياه بيضاء في سن مبكر، يعني بيكون سنك صغير وانت عندك السكر من زمان وبيحصل لك مياه بيضاء على العين، حدوث نزيف للعين ومياه زرقاء،
الحاجات دي كلها اعراض مبكره، خد بالك يعني دي مش مضاعفات كمان اللي هي اللي مش هينفع تتعالج، لا دي اعراض مبكره ينفع نعالجها لو لحقناها مبكرا عند طبيب العيون. حدوث تغيرات بشبكيه العين وتكون في تكون في الاوعيه الدمويه ضعيفه، ماشي، في شبكيه العين وتكون الاوعيه الدمويه للعين ضعيفه وسريعه النسف، بتكون في سرعه في النسف، ودي طبعا لو اهملناها كتير ممكن تعمل انفصال لشبكيه العين. انفصال لشبكيه العين ممكن يحصل كمان التهاب بعصب العين، فيحصل ضعف شديد في الابصار. لما يحصل التهاب في عصب العين بيحصل ضعف شديد في قوة الإبصار أو التهاب في الأعصاب، التهاب في الأعصاب العين المغذية لعضلات العين، الأعصاب المغذية لعضلات العين، ماشي، وبالتالي بيؤدي إلى ازدواج في بعض الزوايا لارتخاء الجفن. شايف ده كده بيرتخي، ماشي، في الزاوية أو بيقلل من الرؤية وبتضعف قوة الإبصار وكل الحاجات دي. طيب إزاي بيتم تشخيص التغيرات السكرية بشبكية العين؟ بيتم تشخيص الاعتلال الشبكي أو الاعتلال العين السكري عن طريق الفحص الروتيني بعمل أشعة بالصبغة، عمل أشعة بالصبغة وأشعة مقطعية على شبكة العين، أشعة بالصبغة وأشعة مقطعية على شبكة العين، وده عشان نحدد الارتشاح والوسيلة المثلى أو الوسيلة الأفضل للعلاج على مريض السكر. الاهتمام بنسبة السكر في الدم عن طريق دايما قياس نسبة السكر في الدم، المتابعة مع طبيب السكري أو طبيب البطنة، المتابعة مع طبيب أمراض العيون أو الرمد، ضبط السكر دائما عند الكشف على العين أو عند متابعة مع طبيب العيون، ولو كان المريض بيلبس نظارة لازم يضبط السكر في الدم، اوعى السكر يعلى أبدا وانت لابس نظارة، عشان يعني مش نظارة زي دي، النظارة دي يا جماعة نظارة بس عشان الإضاءة وقراءة، ونظارة مش يعني نظارة نظر، ماشي، لا نظارة لحماية النظر. فخد بالك ان انت ما ينفعش تكون لابس نظارة نظر والسكر مرتفع عندك، لان انت كده يعني بص عندك مشكلة العين ظاهرة خلاص انت عارف، فما ينفعش تكون بتلبس النظارة وانت عندك السكر مرتفع، لازم تخلي السكر دايما مظبوط في الجسم عشان ما توصلش للمراحل اللي اتكلمنا عنها من شوية. خدوا بالكم كويس جدا يا جماعة، وياريت تعملوا شير للفيديو ده عشان والله في ناس كتير جدا محتاجة المعلومات دي، في ناس محتاجة الفيديوهات دي ومحتاجة النصايح دي، نصايح اللي بنتكلم عنها لمريض السكر. اعمل شير للفيديو، اعمل لايك عشان يوصل لعدد كبير من الناس، اعمل مشاركة، اعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك منها كل جديد في مجال الصحة والطب والتغذية والأعشاب. ولو محتاج أي استفسار اتركولي أسفل الفيديو وأنا إن شاء الله أجاوب عليكم في أسرع وقت ممكن. عندك أي تحاليل محتاج رأي فيها أو محتاج تفسيرها أو محتاج قراءتها ابعتها لي على صفحة الفيس، صفحة افهم مني هتلاقيها في الوصف أسفل الفيديو. وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا حكمة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.